على جميع المسافرين ربط أحزمة المقاعد استعداداً للإقلاع. في كل يوم نسافر معكم إلى وجهات سياحية متنوعة، نكتشف المدن وتفاصيلها، ونتعرف على الشعوب وعاداتها والرحلات ونشاطاتها مع الرحالة معتصم السالمي. جواز سفر. السلام عليكم يا جماعة الخير، يا مرحبا وسهلا في حلقة جديدة من جواز سفر. خلينا نتكلم عن وجهات محددة في أوقات مختلفة، وإيش رأيكم؟ هل حد منكم سافر في الشتاء لوجهات معينة وزارها نفس الوجهات في الصيف مثلا، ولا في الربيع، ولا في الخريف، ولا كذا؟ هل تعرف أن في بعض الوجهات تختلف اختلاف جذري بمعنى جذري، اللي بتشوفه في الصيف ولا الأماكن اللي بتزورها في الصيف تختلف عن الوجهات اللي بتشوفها في الشتاء ولا الأشياء اللي بتشوفها في الشتاء؟ ما بس من ناحية المناظر، ولا أن هذا أخضر وهذا أبيض، لا، حتى الفعاليات تختلف، كل شيء يختلف هناك، البيئة تختلف، الطبيعة تختلف، فعاليات تختلف، الناس اللي حواليك والأكل اللي عندهم، ولا هذا مفتوح وهذا مغلق وغيره، والأشياء والاحتياجات الخاصة تختلف. هذا نحن نسويه كثير ولازم ننبه عليه كثير في رحلاتنا الجماعية، اللي هي ويش اللبس المناسب حال هنا، ويش الأشياء اللي ممكن ياخذوها، ويش الأكل المناسب، ويش الاشتراطات، ولا ويش الاحتياجات اللي نحن نبغاهم يحطوها في بالهم هم رايحين لهذه الوجهة في هذاك الوقت بالذات. خلنا أخبركم هذه المرة عن وجهتي في فبراير 2023. كانت عندي رحلة جماعية إلى كازاخستان، ولكن هل هي كانت المرة الأولى؟ المرة الأولى اللي زرتها كانت مع العيلة من فترة طويلة، زرتها كازاخستان بالضبط، وبالذات مدينة ألماتي. مدينة ألماتي تعتبر في كازاخستان درة مناطق آسيا الوسطى، أنا أتكلم عن مدينة سياحية عائلية بدرجة كبيرة، بنية تحتية قوية، أتكلم عن مولات، أتكلم عن حديقة فيها من المطاعم والمقاهي والبحيرة، فيها من المناظر، فيها من ملاهي، فيها من حديقة مائية، وفيها أكويريوم ولا حديقة عالم تحت البحار، وفيها دولفينير اللي هو عرض الدلافين، فيها البيت المقلوب، فيها السوق الأخضر ولا السوق القديم، فيها التلفريكات، فيها حتى هذا الزحليقة الصيفية وعين ألماتي وغيره، كل هذا في مكان صغير، في مدينة صغيرة ببنية تحتية قوية، بنية تحتية سياحية قوية. وليش هي تسمى درة مناطق آسيا الوسطى؟ لأن كل هذه الأشياء فيها أقوى بنية سياحية تحتية في آسيا الوسطى بالكامل، حتى أن أستانا ولا نور سلطان اللي هي عاصمة كازاخستان ما توصل مثل ألماتي، تسمى ببلد التفاح. لما زرتها مع العيلة، زرتها في شهر 6، كانت طبيعتها خلابة جميلة، ارتحنا فيها كعيلة ومرينا على أماكن كثيرة. لكن لما زرناها مرة ثانية في فبراير كانت أجمل، ما ظن أنها كانت ما حلوة، بالعكس أول ما نوصل وتجي هذيك الثلوج بعدها تتساقط علينا ترحيبية، هذا السلام الحلو، أول ما نوصل يتساقط عليك الثلج، وين ما نمشي الثلوج في كل مكان. رحنا الفعاليات الثلجية والشتوية وغيرها، طبيعة صحيح أنه برد لكن نحن جاهزين، ففي أشياء كثيرة أنا أحطها بالي وانا اروح في البرد، الملابس ما نفسها، ففي اشياء مثل الثيرمال، القفازات، كم هذيك مال البرد، الوشاح، الجاكيت، الملابس تختلف، حذاء يختلف، الزلاغات، كل شيء هذي. فهنا عندي طبيعه مختلفه وانا جاهز لها وانا حاطها في بالي اني احط هذه الامور، بينما في الصيف كل هذه الاشياء ما عندي. صحيح اني كنت شال معي جاكيت في الصيف تحسبا، فقط تحسبا لا يكون في وقت بارد وكذا، بناء على الاجواء المتقلبه وسويت. فهذه هي واحده من اهم مؤشرات رضا السياح، لما أهم مؤشرات السياحة اللي هي الموسم. أحيانا يكون الربيع جميل، مثل لما نتكلم عن ربيع اليابان ولا ربيع كوريا تشيري بلوسومز، لما نتكلم عن ربيع تركيا ولا ربيع هولندا هذيك أزهار التوليب. فشفتوا كيف؟ ما بتلقاها في كل وقت، بتلقاها في وقتها، بتكون جاهز ورايح لها في وقتها. فهنا للموسم أهمية كبيرة في تحديد الوجهة السياحية والاستعداد لها استعدادا يليق بمقامها، كما أن الموسم يلعب دورا آخر في التنظيم السياحي والخدمات المقدمة في الوجهات المختلفة. فالأنشطة المتوافرة في موسم الشتاء قد لا تكون متوافرة في المواسم الأخرى. حياكم الله. جواز سفر يوميا في رمضان على هلا اف ام. جواز سفر.